لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. العنوان الأخير لليلة وضمن فقرات بلا طول سيرة سيجنتشر دريم ماتشر صانع الأحلام. هالفقرة بقدمها بالشراكة مع زميلي علي شحادة اللي أطلق هالمبادرة من فترة عبر موقع dreammatcher.com وهلا عم ينقلها من العالم الافتراضي ومن الملتقيات الشبابية ببيروت والمناطق إلى التلفزيون بتجربة جديدة حابين تكونوا كلكم جزء منها. الفكرة الأساسية لدريم ماتشر هي جمع العالم مش على أساس الهوية أو الهواية أو على أساس المعرفة السابقة، وإنما على أساس الأحلام المشتركة، يعني ناس عندها أحلام وحدة تتعرف على بعض، واللي في يحقق حلم غيره هو يحقق حلم الثاني. يعني مش جهة بتحقق الأحلام هي بتحقق أحلام العالم، وإنما كل واحد بحقق حلم الثاني. هذه هي الفكرة الأساسية لدريم ماتشر، ما هيك علي؟ أو مظبوط زافين، يعني هي الفكرة بلشت من شغلة فكرت فيها، إنه مرات نحن بنكون قاعدين تنعتبر بمطعم وحدا تاني قاعد حدنا أو على الطاولة اللي ورانا، ما بنعرف مين هو، ما بنعرف شو بيعمل. شي مرة فكرنا إنه بركي هيدا الحدا اللي قاعد حدنا اللي يمكن بفصلنا عنه متر من المسافة هو شخص بيقدر يحقق لنا حلم من أحلامنا. فارتكزت فكرة دريم ماتشر على إنه نحن نجمع ناس غربة ما بيعرفوا بعض ونفرجيهم إنه مثل ما كلياتنا عنا أحلام، كلياتنا كمان بنقدر نساعد ناس تانية بتحقيق أحلامها. وصرنا عاملين يعني 50 إيفنت، 50 مرة اجتمعنا وأكثر من 1500 شخص صاروا مشاركين بدريم ماتشر. وبأكد لك زافين انه ميات من الاحلام قدرت تتحقق، ومثل ما قلت ما في جهه معينه عم تحقق هاي الاحلام، اللي عم يحققها هن ناس من بين بعضهم. نعم، وعادة مش ضروري تكون الاحلام كبيره دائما، يعني اليوم كان في نقاش على تويتر انه معقوله انه هاي احلام حدا بيحكي فيها، هو شو الحلم بتعريفكم؟ والسؤال اللي سالناه جمعه الماضي انه عادة شو الاهين، واحد يحكي عن حلمه الكبير او حلمه الصغير؟ اكيد كلمه حلم هي كلمه كثير عامه. هلا بتعريفنا نحن الحلم هو اي شيء انت عبالك تعمله، اي شيء ممكن تفكر فيه عبالك تعمله، يلي هو كمان تعريف كثير عام. فممكن يكون حلمك انه تلاقي حدا يركض معك كل يوم الصبح على المناره، ويمكن يكون حلمك انه انت تتوظف بشركه عالميه، او يمكن يكون حلمك تطلع على القمر. بس نحن دائما اللي بنرتكز عليه انه نذكر الناس انه بدهم يفكروا بقصص عمليه لحتى عن جد يقدروا ناس ثانيين يجوا يساعدوهم. نعم، نحن عمليا هيدي رسميا المره الاولى اللي عم نعمل هيدي الفقرة. قبل بمرة كانت إذا بدك فقرة تعريفية عرفنا فيها المشاهد الليبي على نجمته اللبنانية المفضلة باميلا الكيك. اليوم عم نمشي لأول مرة بصيغة دريم ماتشر سيجنتشر ببلا طول سيرة، بقى عرفنا وشو اللي بدنا ننطره هلا اللي حنصير نعمله في ذا دريم ماتشر اكسبيرينس بيروت، اللي هو الايفنت اللي بيصير ببيروت مره كل شهر، كل اول اربع من كل شهر. رح يكون في كاميرا بلا طول سيري عم تصور الاشخاص يلي عم يكتبوا احلامهم، وحنكون عم ننقي توب 5 احلام بكل شهر، ومن هاي الخمس احلام نحن رح نعرضها لحتى نجرب نلاقي اشخاص، وبندعي كل الناس اللي عم تسمع هاي الاحلام واللي حتسمع اليوم احلام، انه اذا انتم بتعتقدوا انه قدرانين تساعدوا حدا من هول الاشخاص، ما لكم الا تتواصلوا معنا ان كان عبر dreammatcher.com او عبر zavanonline.com او عبر التويتر اكونت تبعوا للبرنامج او الفيسبوك اكونت، ونحن حنوصلكم بهذا الشخص اللي انتم حتقدروا تحققوا له حلمه. وباكد لك زافان انه الناس اللي عم يحققوا احلام بحسهم مرات عم ينبسطوا اكثر من الناس اللي تحققت احلامها. هلا رح نبلش بريبورتاج صورناه بالايفنت الماضي يلي فيه نقينا خمس اشخاص عطيوا خمس احلام ونشوف شو هن. هاي انا اسمي جواندا هيكل، وحلمي انه حلمي التقى بكنجي جيراك بكونسرت بفرنسا لإله. أنا اسمي رواد سركيس وحابب أنا روح على الفضاء، بس ما فيني، فبفضل روح على الطيارة الزيرو جرافيتي شي مرة بحياتي.
اسمي وسيم، حلمي سوق سيارة اللادا نيفا، هذه سيارة روسية عملوها للضباط الروس بشكل انه ما تقطعهم بالتلج. فبحب الميكانيك تبعها، بحب افتح غطا الصندوق وشوف شو فيه جوا، كيف عاملين الامور تبعها. انا نور غانم، حلمي اني اروح على افريكا لحتى اجرب ساعد بالتشجير، بساعد بالولاد اتليست بالاشياء اللي نحن بنعرفها from language لحيلا شيء بقدر ساعد شيء. بونجور، اسمي ميشيل داو وحلمي انه احلب بقره. وانا حلمي احلب بقره، يعني مش بس شو زمان المره الماضيه قلنا انه الاحلام الاصعب لانه نحن نقولها هي الاحلام الصغيره بننساها، لانه وين. يعني احلامنا الكبيره دائما بنكون مذكرين انه نحن عارفين يعني شو حلمنا، وين نشتغل وين ندرس وين نعيش، بس بيبقى الاحلام الصغيره اللي بننساها مع الوقت هولي الاصعب انه نفكر فيهم. هو بعدين في شغله بنستحي نحكي باحلامنا الصغيره، يعني هلا انت اذا انا سالني شو حلمك بقول لك حلمي لبنان الموحد لبنان الاخضر، بستحي اقول لك مثلا حلمي انه شو بعرفني طالع عبالي، ايه طالع عبالي شو اسفيحه بعلبكيه بدك، ايه او انه طالع عبالي احلب بقره. وين الهيدا؟ يعني هون نرجع لكلمة للتعريف حكينا شاب اسمه روني بطرس، تعرفنا عليه كمان بالإيفنت وحب هو قال أنا عندي بقرة، قال إنه حب يساعد صبية اللي اسمها ميشيل إنه يحقق لها حلمها. ف بدنا نوجه له تحية لروني بطرس، قد ايه هالصدفه الحلوه انه يعني هي حلمة تحلب بقره، فهي شغله كثير غريبه. وي انا عندي بقره، عنده بقره، يعني هي عن جد الفكره كلها بترتكز على هيدا الشيء، انه الناس عن جد قد ايه بتتفاجئ. المره الماضيه كمان كان عندنا صبيه كاتبه انه حلمها تسافر على الاردن، وممكن نفكر انه هيدا الشيء انه مين معقول يساعدها، ما ناخذه بطريقه جديه، بس تفاجئنا انه بالايفنت كان في حدا عم يفتش على ناس ليبعتهم على ورشه عمل بالاردن. هي يعني بعدين صفي. هي بتصير لذة اللي عم بيلاقي حدا يحقق له حلمه، ولذة اللي عم بيحقق حلم الثاني 100%. يعني ان كان روني هلا رح نشوفه، وان كان بكل الاشخاص اللي شفناهم عم يحققوا احلام، في لذة كثير كبيره. وقلت انه مرات بحسهم عم مبسوطين اكثر من الشخص اللي تحقق حلمه. وفي شغل انا متشوق اشوف البقره، فرجونا. خلينا نشوف البقره، خلينا نشوف البقره. تعرفت على ميشيل بدريم ماتشر، وكان حلمها انها تحلب بقرة، وهلا جايين نحقق لها حلمها لميشيل. يحيى انا بس بدك كل حليب ينزل لتحت. ايه لتحت. اظن بس ما بدك تنزل لتحت. شو هذا؟ ده حليب ينزل بيعمل شو غريب؟ ايه لوتي هيداك كمان. ايه غريب الاحساس. ما تزيها بس ما توجهها. ما بوجهها؟ شكرا بوجهها. دفري لا ما الواحد يكون كل ناطرنا بتحبه تعطي حليب وبيك وقت ما تضبطه اهم شيء. اول شيء بدي اقول ميرسي لروني لانه حقق لي حلمي، ولو شيء صغير يعني في اوقات بنركز على قصص صغيره بس وقتها تصير الاحساس بعقد، يعني من الحلم الصغير للحلم الكبير كله مهم. وتانكس لدريم ماتشر لانه خلى هالاكسبيرينس بتاعك تكون كثير مضبوطه.
شو حدا صار عباله يحلب شي بقرة؟ لا أنا عبالي أسألك إذا الواحد ما هيك ما خطر ببالي ولا حلم، هيدا شو بيعني؟ قدمت لتحقق حلم حدا هلا أكيد أكيد أنا رح أنبسط أكثر إذا حققت حلم حدا. يعني إحنا دايما بال أنت ابني شو حلمك؟ أنا حلم بما إنه أنت الصغير بيناتنا حس برشلونة يروح هيك لا شو حلمك؟ أنا عبالي حقق لك حلمك، شو حلمك؟ تصير مراسل مشهور حقق له حلم أو مذيع أخبار ايه هيدا بدنا شغل شغل ايه بس هلا قل لي هيك طلع بالك شيء ما عم فكر بشيء هلا حاليا يعني بس انت اذا تكون حقي حلم حدا طيب انت هلا على الطريق الصح انك تحقق حلمك اللي هو ان شاء الله. عم تدرس بالجامعه اول سنه انت حالياً. بالجامعه عم تعمل هلا استاج عنا ولازم تعمل استاج بغير محلات غير مؤسسات غير برامج لتشوف كذا شغلة بس انت شو بتعطي نصيحة بما انه هلا يعني هيدا حلمه هو عمل شو النصيحة اللي بتعطي اياها يتخصص شي تاني لا عم بمزح لا بمزح لا لا نصيحتي لانه يضل هالقد هيك امك بتضلها تقول لك مش امي انه كل العالم وهي غير الاختصاص وانا بتذكرني بامي كارول عم بمزح عم بمزح لا نصيحتي له انه برافو يضلوا هيك لانه كثير قليل الشباب يلي بتشوفهم مستعدين يعملوا ستاج وهيك يشتغلوا يبلشوا من مطرح كله صار هلا بده يفوت على الدومين مذيع و انا على كل الاحوال بدي اياك تظهر بمواضيع بس لازم نسال اهلك اذا بيسمحوا انت اهلك بزحله وانت هلا ببيروت طيب بيقبلوا ما عندهم مشكله بدنا نسال اهلك اذا استنى يعني انه شو ما كان انه مسؤوليه بالنتيجه بدنا نسال سالي لي اهله اذا في يظهر معنا لانه هذا الشيء ممكن بس من دون ما تعطل الجمع عم يحضرونا اهلك نسالهم اكيد جميل ربيع انت شو بتنصحه هو هل بده يعمل مراسل يعني بده يعمل مراسل بده يعرف كل يعني عقبات الشغله حسناتها سيئاتها اول شيء بدك التليفون تخليه حدك كل الوقت ليلة نهار يمكن يفيقوك من الصبح نص الليل تغطيات بالحروب يعني في كتير اشياء بدك تعرفون هول القصص قبل ما تقدم على هذا الشغل يعني ليلة نهار شكله انا بحسه بنام مع التليفون علي خلينا نرجع لدريم ماتشر امتى فيهم يعني كيف فيهم يشاركوا الناس اللي عبالهم ياي يحققوا احلام غيرون ياي نحن حاليا موجودين الايفنتس تبعونا عم تصير باغلبها ببيروت واي حدا عباله ان كان يجي تيشاركنا باحلامه ويساعد غير ناس بتحقيق احلامها عم نكون كل اول اربعه من كل شهر يعني الايفنت الجاي رح يكون بديسمبر ب 2 ديسمبر بالت سيتي بالحمرة من وقت للتاني عم يكون عندنا ايفنتس كمان برات بيروت وبرات لبنان كمان يعني عملنا ايفنت رحنا على دبي رحنا على اسطنبول على امريكا على اسبانيا ومتلقوط بناس عم يشاركوا باحلامها ومثل ما دائما بنركز انه نخليهم يلاقوا ناس ثانيين يساعدوهم بهي الاحلام بس كمان شخصيا انا او كدريم ماتشر بننقي هيك مرات بعض الاحلام تنساعد فيها طب والتوب فايف الناس اللي هلا حضروهم ببيوتهم وفيهم يساهموا بتحقيق احلامهم بيتصلوا بمين؟ اليوم للتوب فايف فيهم يتصلوا على الرقم الساخن للبرنامج اذا عبالهم يساعدوا ويقولوا لنا مين اي حلم منهم بيقدروا يساعدوا فيه بيقدروا يتواصلوا معنا كمان عن طريق dreammatcher.com او عن طريق zavanonline.com يقولوا لنا مين الشخص ويعطونا وسيله لنتواصل معهم ورح نقدر نجمعهم بهذا الشخص اذا ما شفتوا التقرير فيكم ترجعوا تشوفوه على zavanonline.com هذه كانت فقره ضمن بلاط السيرة سيجنتشر الموقع يعني نحن مخترعينها خليني اغتنم الفرصه بما انه عندنا بعد اربع دقائق لاحكي عن اربع فقرات سيجنتشر من بلاط السيرة اللي هن تيك مي توب 5 توب 5 اللي عم نحضرها لهيدي الشهر هي هاو فقرات شهريه نحن يعني نحن مخترعين وعاملين لهم التوليفه التوب 5 اللي هي عم نلقط فيها قصص جديده تحولات بحياتنا عن شو رح تكون كارول الاسبوع الجاي توب 5 الواتساب كيف غير بحياتنا وحيكون في اثنين توب 5 للمبتدئين وللاكسبرت بالواتساب يعني دائما يعني هيدي اصلا التوب 5 بس بدي اقول للمشاهدين انه مش دائما بتكون توب 5 جديه ايام بتكون هي تحولات بالمجتمع هيدا اهم شيء مثل البرجر مثل اللي كانت اول وحده قصه البرجر اطيب برجر هي طبعا انه اطيب برجر حلو عارف يعني تحولات ثقافه شعبيه عم ناكل شاورما هلا عم ناكل برجر لا من 10 سنين شو كنت هي تحول يعني هي تحولات وبلس ترندز يعني شو الدارج الموضه بالمجتمع والقصص اللي ما بينحكى فيها
هلا عندنا وحده ثانيه تيك مي هوم او انت من وين؟ انت من وين؟ انت من وين اللي بنكون ماشيين فيها بنقي شخص بقول له انت من وين خدني على ضيعته. اخترعنا هيدي الفقره لانه عاده بس تقول للواحد انت من وين دغري بياخذها طائفيه انه شو طائفته. نحن عم نرجع انت من وين انه لجذوره لضيعه الشخص. وعندنا طرابلس ثابت انه الشخص اللي سألته انه انت من وين كان من دير عمار بطرابلس. كمان قضينا الاسبوع الماضي يوم كتير حلو بطرابلس. والفقرة يعني اللي عم تنظلم بين كل هدول القصص هي شو اسمها ميت ماي فريند كن صديقي اللي انت مش حبيبتيها لازم كن صديقي. انه بنطلب منكم اذا عبالكم تعرفوني وتعرفوا المشاهدين على حدا من اصحابكم او حدا من قرايبكم او حدا من جيرانكم او مديركم او حدا بتحبوه او حدا بتكرهوه عبالكم يتعرف علي لاساله هو مين واساله شو حس ويحكي على التلفزيون فيكم تبعتوا لنا على الخط الساخن 71106111. هلا عندي فكره بس مش مظلومه. انت عم تقول مظلومه صرنا مرتين لا مظلومه لانه عندي كم كبير من الاشخاص. هلك اليوم صديقتك بعثت لي شمعون زينة من مجلة تحية بعثت لي بتعرفني على حدا بتعرفه. عبالي اعمل حلقة كلها تكون اصلا هذا الشهر بعد ما عبالي اعمل حلقة كلها تكون كن صديقي بركي عن نيو يير نعمل لانه عندي كتير عالم يعني انه عبالهم لانه هي كل الفكرة. كمان هي مناسبة لأقول إنه كل الفلسفة تبع هالموسم هي نتعرف على عرف ناس على بعض وأنا أتعرف على ناس وناس تتعرف علي. يعني كله تعارف تواصل وتعارف. لأنه عم لاحظ إنه كل العالم بفكر حالها بتعرف بعض بس ما حدا بيعرف حدا. ما هيك؟ قولي شي رندا شو رأي الأنور بهالموضوع؟ أنا رح أوقف حد علي كرمال نحكي مع بعض. وهيدي الفكرة يعني اللي بلشنا فيها من الحراك ورح بلش مثل ما أنهينا إنه الحراك هو شيء غير البلد وأثر بالبلد. ولا يتحول الحراك إلى جزء من البلد لازم نعرف من إني هالأشخاص من وين نزلوا على الساحة من وين قرعت بيهم أو من وين قرعتهم ولنصدقهم أو لما نصدقهم ليفوتوا لنصد يعني لنلحقهم او ما نلحقهم. ومشان هيك فقرت وجوه الحراك ومشان هيك بدي انها بنزار صغير انه الدعوه مفتوحه جمعه الجايجه لنتعرف عليه. بس كثير ناس علقت على هذا الموضوع انه نحن عم نحكي معهم كاشخاص مش كقضيه. شو رايك؟ هيدا نقاش موجود بكل العالم. حضرت نيوز روم او لا ما وصلت للحلقه هو في نقاش كثير كبير انه نحن انا لازم اتعرف عليهم او لازم اتعرف على قضيتهم. هلا هو لانه البرنامج الوحيد اني عم بتعرف على حياتهم خاصه علما انه بكل نشرات الاخبار وبكل البرامج الثانيه عم بينحكى بقضيتهم. فحلو انه ضوي على جانب ثاني. انه قضيته هي قضيتي قبل ما تكون قضيته. بس ما حسيت انه خفوا هلا يعني؟ اكيد خفوا. تراجع صار في تراجع كثير. لازم يتحولوا لمؤسسه من انه يتحولوا لتظاهر. نحن شو عندنا جمعيه الجاي؟ فينا نحكي عن مواضيع جمعيه الجاي او لا؟ في عندنا بالسيجنتشر عندنا توب 5. لا عندنا نكست ويك توب 5. نمشي توب 5 او نمشي طرابلس؟ بلا ما انسرقوا او الاثنين سوا؟ لا اثنين توب 5. ما نروح على زحله شو هون؟ هلا بلا زحله. طيب ونطلع على البردعون. في عنا موضوع الاحتيالات عن طريق الاس ام اس. هيدا اثرناه الاسبوع الماضي واجلناه. شو عاد صار؟ ليه ما عملنا اليوم؟ لانه كنا عم نجرب بركي نوسع شوي الموضوع اكثر ناخذه على بدنا نكبره بدنا نجيب محامي. طيب اذا كنتوا ضحايا اي اس ام اس اجاكم دفعوا دولار شيلوا دولار العبوا الدولار واربحوا 10 اذا كنتوا ضحايا هيك نوع من الاس ام اسات اتصلوا فينا على الرقم الساخن 71106111. على فكره التليفون وين؟ ايه هلا ضروري نحكي بالموضوع. يلا لازم نختم. الى اللقاء. تصبحوا على الف خير.